في فرق، هي محتاجة شجاعة رهيبة في الحقيقة، إنك تعيد مرة تانية بروح 2022 عمل من أهم الأعمال الكوميدية، الأعمال اللي موجودة عند المصريين كلهم، عند المجتمع المصري كلهم بكل الأجيال. بالمناسبة دي حاجة ما تخصش جيل واحد، اللي عنده 15 سنة النهاردة لما هيشوف سيدتي الجميلة على بقى اليوتيوب ولا على الإنترنت ولا على التلفزيون هيبقى سعيد ومبسوط بيها جدا. فهل المغامرة اللي بيقوم بيها الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر لإعادة إنتاج اللي قدمه والده سنة 69، صح؟ بتهيألي 69، مع الأستاذ فؤاد المهندس وشويكار الله يرحمهم، إحنا موجود معانا بقى عشان نسأله. أستاذ أيمن إزيك؟ أهلا، إزيك يا أستاذ شريف؟ أخبارك إيه؟ كله تمام، ربنا يخليك، الحمد لله. مبروك المسرحية إن شاء الله. الله يبارك فيك يا رب، ان شاء الله انا يعني يطلع عمل جميل ونكون عند حسن الظن يا رب ان شاء الله. ما يعني بص، هو بيتهيألي الاسم موفر لك حمايه ولا عامل لك تحدي؟ لانها مغامره كبيره جدا. لا احنا بنلعب في الكهرباء. ايه ده، ما سمعتش كويس، قول. بقول لك بنلعب في الكهرباء. بتلعب في الكهرباء. يعني الواحد ممكن كان يستسهل ويعمل رواية من تأليفه ورواية خالصة ويكتب رواية ظريفة، الحمد لله. طبعا الواحد عمره ما يجي في بحر والدي ولا في بحر الأساتذة الكبار، بس برضو الواحد لو بالنسبة له الموضوع بس بغرض انه يكتب يعني يعمل مسرح او كده كان ممكن انا اكتب مسرحية. أيوه. لكن انا عندي يا استاذ شريف هاجس بقالي فترة، لما اولادي كبروا، انا اولادي عنده ابني الكبير بهجت عنده 16 سنه ونص وابني ادهم عنده 13 سنه ونص، وكل زمايلهم هم ما بيتفرجوش على الاعمال للاسف الابيض واسود، هم ما عندهمش في ذاكرتهم لا. وانت بتتكلم على الحفيد، يعني ده ينطبق على ابنك كمان؟ ده ابني اللي هو حفيد بهجت قمر. ايوه، ما انت بتتكلم على حفيد بهجت قمر، يعني ده ينطبق ينطبق على اصحابه ماشي، بس ينطبق عليه هو كمان؟ لا هو سيبك منه، يعني أيوة هو لا. انا بفرجه على حاجات. يعني هو بس هو بيميل اكتر، هو واخوه، يعني هما الولدين بيميلوا اكتر، هتلاقيهم للعيال كبرت، هتلاقيهم للحاجات اللي بالالوان. أيوة. فاهم قصدي؟ يعني اعمال جدهم اللي بالالوان، لكن الابيض واسود احنا لو سالت اي طفل من الاطفال ما حضروش مسرحيه يوم الخميس. انت هتلاقي ما فيش الكلام ده عند الشباب الصغير اللي طالع، هي دي للاسف. يعني فكره ان احنا اللي كنا بنشوف الحاجات الابيض واسود زمان ومرتبطين بيها، الشباب الصغير اللي طالع للاسف ما عندوش ثقافه الحاجات القديمه الابيض واسود. أيوة. فاحنا بشوف ان احنا لما بنعمل نيو ادابتيشن او بنعمل اعاده نشر للاعمال الكلاسيكيه. أيوة. بشكل جديد، ده بيفيد اولا الحركه الفنيه بمؤلفين كبار يفضلوا موجودين بيننا واعمال كبيره، وبيفيد المتلقي بانه بيشوف طول الوقت اعمال قويه بحاجات مش هتتكرر. انا النهارده مثلا عايز ادي لك مثال على سيدتي الجميله. اتفضل. سيدتي الجميله، هل تعلم مثلا ان الاستعراض اللي في الافتتاحيه طاير منه جزء من الاغنيه؟ هل حد فينا يعرف الكلام ده؟ بس لا، ما حدش فينا يعرف. خلاص، فانا النهارده بعيد احياء الاغاني القديمه اللي هي كانت معموله في المسرحيه، وبعمل لها اعاده توزيع تاني طبعا بعد الرجوع لاصحابها والحقوقها، يعني بعد ما خدنا منهم التصريح. فقصدي ان احنا في الاخر النهارده عندك مثلا الاستاذ خالد عجاجه لما غنى اغنيه وحشتني، في ناس ما كانتش تعرفها انها بتاعت الاستاذ سعاد محمد. أي. يعني هم انت بتحيي العمل. الاستاذ عبد الرحمن الابنودي لو ما كانش ادى دوره في احياء تراث الصعيد كنا هنخسر كتير. يعني السيره الهلاليه بالظبط. فانا بشوف ان احنا عندنا اصل النغمه بتاعت اللي هو انتوا بتقارنوا بالاساتذه الكبار، لا احنا ما بنقارنش. والممثل الكبير انت بتقدم رؤيه تخص 2022 بالظبط كده، والممثلين بيقدموا بادواتهم هم وبروحهم هم وبطريقتهم هم. يعني انت مش هتلاقي في العرض بتاع سيدتي الجميله حد بيقول شوف يا ابني، ليه شوف يا ابني؟ لان دي سيد زيان، دي لازمه سيد زيان. فانا مش داخل اقلد الاستاذ سيد زيان، هنا الممثل هيعمل الشخصيه باحساسه وبروحه. هو طب بالمناسبه محمد عبد الرحمن هيبقى حسن مصطفى الله يرحمه؟ يعني هو هيبقى حسن مفتاح، شخصية اسمها حسن مفتاح، حسن وفي الأستاذ وفي كمال وفي يعني الشخصيات بأسمائها مش بالمقارنة، لأننا لما هنقارن بالأساتذة الكبار ده هيظلم العرض وهيظلم هيظلمنا احنا كجيل موجود، لأن طبعا طول الوقت الجيل اللي قبلنا هو جيل بيبقى احنا بنحن له. الأستاذ أحمد السقا قال لك إيه؟ لا، السقا كان متحمس جدا للتجربة، لأن هو نص ما ينفعش ان انت ما تبقاش متحمس له. يعني هو حب التجربه جدا وتحمس لها جدا
وانا شايف باذن الله ان احنا هنقدم النص بطريقتنا وبايقاعنا. يعني مثلا النص القديم كان 4 ساعات، احنا النص عندنا عاملينه ساعتين. طبعا عاملين، انا مؤلف لوح جديده في النص. الايقاع مختلف خالص عن الايقاع بتاع زمان. احنا عاملين له اعاده صياغه بالشكل اللي يناسب العصر. بره لو انا عندي افيه بقوله، لو الاستاذ ابن شكسبير ما كانش عاد شغل والده، ما فيش حد كان هيتفرج على هاملت تاني ولا روميو وجولييت ولا هيعرف حاجه عن الاعمال دي. يعني تخيل لو العمل انت دي. لما هتروح، انت لما تروح مسرح في لندن ولا تروح مسرح في الدول الكبيره يعني ولا في الولايات المتحده، هتلاقي ان في 10 روايات بيتعملوا من سنه 50 لغايه النهارده. وفانتوم اوف ذا اوبرا واوليفر تويست وماماميا بيتعملوا هم يعني باجيال مختلفه وممثلين مختلفين ونجوم مختلفين، وهم بيتعملوا وبيعد زي ما انت بتقول كده اعاده تكييفهم او اعاده تقديمهم للناس بشكل مختلف. بس احنا عندنا بقى بعض الناس اللي هي ايه بتفكر باحساسها هي او بما يتناسب معاها هي، اللي هو ايه، انا متعود على النسخه القديمه فانا مش عايز النسخه دي تتعمل. يعني ايه مش عايز النسخه دي تتعمل؟ طب ما هو انا يعني انا اعدمها شهيتي الجميله دي بعد 10 سنين ما حدش يشوفها. يعني انا بقول لك تخيل ان في استعراض مش كامل في النسخه الاصليه، محذوف من النسخه المتطوره، مقطوع الزمن، ما بقاش في نسخه موجوده كامله. فطبعا يعني انا بشوف ان اعاده احياء التراث ده شيء بيتعمل طول العمر. بشوف ان ده مهم جدا ان احنا كل فتره انا مش عايش اي منتجه قمر، مانيش عايش على الشغل القديم. انا راجل بعمل اعمال كتابيه. أيوة. والحمد لله ليا اعمال ناجحه، بس انا فعلا انا مش بعمل ده عشان انا في حاجه ان انا تاجر فيه، انا بعمله عشان ده دوري ناحيه تراث والدي اللي انا اتمنى ولادي يعملوه من بعد، ان انا ابقى ميت وابنائي بيحيوا لي شغلي وبيرفعوا اسمي تاني.